التحديات متواصلة والأسماء تنطلق على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير وإياكم في تواصل مستمر، في تواصل متميز مختلف من نوعه مع هذه الانطلاقات الجميلة والرنانة. ننطلق وإياكم بانطلاقة شوطنا الثاني عشر والمخصص للحيل، والمسافة هي 8 كيلومترات. بداية وإياكم نذهب إلى الانطلاقات الأولى وإلى حدث على البداية بشعار سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان آل ثاني مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري في عملية التضمير. النقلة والدور إلى ثاني المراكز، ولكي أرى هذه الانطلاقة من قبل عالية من تتقدم من الجانب الأيمن وتغير بدورها إلى الصدارة بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب. يتقدم المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المستوى الثاني وثالثا. هنالك التقدم والوصول من قبل رشفة، وصلت في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يتواصل على المستوى الثالث نقلة المركز الرابع، ولكي يرى على رابع المراكز انطلاقة متواصلة من قبل خزامة هي الواصلة بشعار هجن الشحانية وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز وصول في هذه الأثناء والانطلاقات على المستوى الخامس، وصلت منصورة الآن بشعار هجن الرئاسة وانطلاقة الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. هذه هي الخمس المراكز الأولى والشعارات الحاضرة والأسماء المتواجدة التي تنطلق مع الأجواء المتميزة، وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك يوم الجمعة وشهر رمضان، هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات التي تتميز من خلال هذه الانطلاقات المتواصلة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود وإياكم مشاهدين الأعزاء هنالك مع عالية المستوى في مركز العلا والشموخ على البداية الأولى عالية بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على البداية الأولى. وثانيا أرى حدث هي الواصلة بشعار سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني بقيادة مهنا بن محمد ومضابط الدوسري، يتقدم ويصل من خلال هذه الرحلة المتميزة والمصاحبة لدى هذه الأسماء الرائعة. رشفة وصلت في هذه اللحظات، تأتي في هذه الأثناء، وتقدم هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يصل في هذه اللحظات الحوت ويأتي بتقدم رشفة على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز وصلت الآن خزامة القادمة على المستوى الرابع والواصل في هذه الأثناء، وصلت خزامة بشعار هجن الشحانية والقدوم من قبل الذهبي، يتقدم على المستوى الرابع ويصل سالم بن فاران المري على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز أرى هنالك بالعين المجردة، وصلت في هذه اللحظات منصورة بشعار هجن الرئاسة وانطلاقة الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة وهذه الأسماء التي تحدث عند الانطلاقات الجميلة والرائعة ضمن هذه الانطلاقات المتميزة في هذا السباق المحلي التاسع. نعود وإياكم بعد إتمام وإكمال هذه النتيجة لدى هذه الأسماء الرائعة، نعود هنالك مع رشفة التي تنطلق على البداية الأولى بشعار هجن الشحانية.
وتواصل متميز من قبل المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على البداية وعلى الانطلاق الأول. ثانيا وصلت الآن حدث وانطلقت بشعار سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري يصل على المستوى الثاني. وثالثا هنالك التقدم من قبل خزامة تأتي في هذه الأثناء لهجن الشحانية ويأتي شعار وهذه الانطلاقة من قبل خزامة بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري على المستوى الثالث. نقلة المركز الرابع وراء عالية تتقدم في هذه الأثناء بشعار هجن الشحانية وتواصل من قبل المشاغب الذي يأتي على المستوى الثالث والرابع. انطلاقة محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المستوى الرابع بينما خامس المراكز أرى نفلة هي القادمة بشعار هجن الشحانية وبرنس المضمرين يأتي على المستوى الخامس. جار الله بن محمد بن عقيل على المستوى الخامس في هذه النتيجة وفي هذه الرحلة المتميزة والانطلاقات الخيالية التي نتابع وتتابعون وإيانا ونشاهد ونشهد وإياكم هذه الانطلاقات الرائعة والتواصل المتميز والحضور المشرف والانطلاقات الخيالية من قبل هذه الذلل الأصايل التي تنطلق وتزين أرضية ميدان الشحانية برسمة خيالية وانطلاقات رائعة متميزة. نعود هنالك مع حدث التي تنطلق وتقود لنا هذه المسيرة على البداية الأولى بشعار سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان الثاني هنا بن محمد بن ضابط الدوسري على البداية. ولكن عالية غيرت على المستوى الأيمن ومن الجانب الآخر لهجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية ورجفة. ثالثا رجفة وصلت في هذه الأثناء بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية بينما رابع المراكز وصلت الآن خزامة ويصل في هذه اللحظات الذهبي بالأسماء الرنانة. صباح الخير يا أبو جابر. يصل في هذه اللحظات على المستوى الرابع ويقدم لنا خزامة بينما خامس المراكز تتسلل من مركز إلى مركز. تسجيل دخول متميز من قبل هنا نفلة وصلت في هذه الأثناء بشعار هجن الشحانية وبرنس المضمرين دائما ويأتي ويقدم لنا هذه النجومية المتميزة على المستوى الثاني. خطوة بخطوة عين على البداية عين على الانطلاق الأول. هذا هو برنس المضمرين دائما يأتي بهذه الانطلاقات الرائعة. غير مشاهدين الأعزاء انطلقت نفلة على البداية وعلى الانطلاق الأول لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل على البداية الأولى وعلى الانطلاق الأول. عالية ثانيا وصلت بشعار هجن الشحانية وانطلاقة محمد بن خالد بن عبد الله العطية ووصل في هذه اللحظات الذهبية يتقدم مع خزامة. خزامة على المستوى الثالث ووصول من قبل هجن الشحانية وانطلاقة هنا في هذه اللحظات انطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري على المستوى الثالث. ورابعا رابعا رشفة. رشفة وصلت بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب. المشاغب دائما يأتي ويحضر بالحضور القوي ويقدم لنا الأسماء الرنانة والرائعة خصيصا في السنة
السن الكبير على المستوى الرابع يتقدم بينما خامس المراكز حدث وصلت في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني مهنا بن محمد من ضابط الدوسري يصل على المستوى الخامس في هذا الحضور المتميز والانطلاقات الرائعة، ولكن العروض تلقائية والأدات تلقائي، الركب هادي والأسماء هادية إلى هذه اللحظات، وهذه هي رجفة هنا أو رجفة على البداية وعلى الانطلاق الأول بشعار هجم الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، كيلو واحد متبقي أبو خالد التي تفصلنا عن الإعلان وعن خط النهاية والمنصة الرئيسية بانت وهنالك نفلة على المستوى الأيمن غيرت في هذه الأثناء وانطلقت على الصدارة الأولى بشعار هجن الشحانية وانطلاقة برنس المضمرين يأتي على المستوى الأول ويقدم لنا هذه الانطلاقة، وثالثا يصل الذهبي في هذه اللحظات بن فاران وصل في هذه الأثناء على المستوى الثالث، عين على البداية أبو جابر، عين على الانطلاقة القوية، عين على السرعة الخيالية، هذا هو الذهبي، ولكن نفلة بشعار هجن الشحانية وبرنس المضمرين جرى بن محمد بن عقيل ونفلة والعروض الكبيرة الأمتار النهائية. أسعد الله صباحك يا البرنس على هذا الفوز المتميز وعلى هذه الانطلاقات الجميلة. ثانيا حضرت خزامة وحضرت هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، وثالثا رشفة بانطلاقة هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، رابعا منصورة لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، وخامسا عالية لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول نفلة إلى خط النهاية بشعار هجن الشحانية وتواصل البرنس، 12 دقيقة و55 ثانية و76 جزء من الثانية. ثانيا كان الوصول والانطلاق من قبل خزامة بشعار هجن الشحانية باختلاف الكبار والمضمرين المتميزين. هذا هو سالم بن فران يأتي مع وصول خزامة على المستوى الثاني، 12 دقيقة و56 ثانية كان هذا الحضور المتميز. ثالثا كانت رشفة بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاغب محمد بن خالد العطية، 12 دقيقة 59 ثانية 28 جزء من الثاني. تهانينا والف مبروك.